بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نعملو بإذن الله خبزة جاتو. اليوم خبزة الجاتو باش نعملوها بالكاكاوية أو الفول السوداني. معناها هذه خبزة بسيطة وسريعة. احنا اليوم خدينا المكيال متاعنا الكاس هذا الصغير، كما شفتو كاس صغير، مهوش كاس تاي صغير ومهوش كاس ماء. الكاس هذا باش ناخدينا كاس سكر وكاس كريم فريش او قشطه، كاس فارينة دقيق يعني، وكاسين كاكاويه. معناها احنا خديناها الكاكاويه حمسناها نظفناها بالطريقه هذه، ومن بعد بشرناها يعني شويه هكا، خليناها صحيحه شوي ماهيش مرحيه على الاخر. باش ناخذ كاسين من هذا، 4 كعبات عظم، ساشي سكر فاني، وساشي خميرة جاتو بيكنج باودر. خبزة الجاتو هذه نطيبوا لها البونتا او سيروم او شكور، كل واحد شنو يسميه. باش ناخذوا كاسين سكر وكاسين ماء وشويه قارص او حامض، هذوما نطيبوهم البونتا على روحها. تو باش نبداو على بركة الله نخلطوا الخبزة متاعنا. باش نبداو بالسكر والعظم والسكر فاني، هذا البول تاعنا، نحطو السكر هذا العظم، 4 كعبات عظم، وهذا سكر فاني يعني ساشي سكر فاني. نركلوهم هذوما بالكدا مع بعضهم. ركبنا العظم والسكر وسكر فاني كما شفتوه، اللي نعمل رغوه وبياض. تو باش نحطوا المكونات الكل اللي عندنا. هذه الكاس فارينة، وهذه الخميرة، هذه الكاكاوية، كلهم باش نركضوهم مع بعضهم. ونحطوا القشطة الكريم فريش، وفي الاثناء احنا تو باش نخلطوا هذا، وحطينا الفرن يسخن درجه الحراره 180 بالطبيعه، والنار نحطوا من فوق من اللوطه. وهذه الخبزه جاهزه، نحطوها تصيب حوالي 20 دقيقه في الفرن، واحنا في الاثناء هذيك نحضروا البونتا. يعني متاكدين كل شيء يدخل مزج في بعضه. حضرنا الطبق دهناه بالزيت، الطبق باش نطيبو فيه. تو باش نصبو الخبزة جاهزة، تو باش نحطوها في الفرن. تو باش نطيبو شحور الخبزة الجاتو، كيما قلت لكم باش نعبو كاسين سكر. هذا كاس، هذا الكاس الثاني، هذا كاسين. حطينا كاسين سكر، وتو باش نحطو كاسين ماء. هذا كاسين ماء، ونحطو ظرفة قرص. هذا القرص ناخذو مغرفة ونحطوه مع النار يطيب.
هذه خبزة الكاكاوية طابت، خرجناها سخونة من الفور. نفس الشيء البن حطيناها تطيب في نفس الوقت، طابوا مع بعضهم. تو باش نصبوها عليها وهي سخونة، يعني يلزمنا نصبوها البونتا وهي سخونة فوق. نحاول نغطوها بكلها. هذه الخبزة اللي طيبناها كما شفتوا خرجناها سخونة من الفول، صبينا لها الشحور متاعها أو الشرابة أو السكر متاعها، وخليناها شربته. يعني شفتوها كمية كبيرة، لكن خليناها ليلة كاملة ارتاحت شربت الشراب متاعها. توا باش نحوها من الطبق وباش نقصوها. ناخذوا حاجة بلاستيك، أول حاجة باش ما نجرحوش الطبق، وثاني حاجة على خاطر الشراب اللي صبيناه ما هو سكر معناها باش يتلصق شوي، خاطر هي من الاول سهله تتنحى. ونحاولوا معناها نحوها نبعدوها على حواشي الشيرات الكل، نحاولوا نهزوا بشوي بشوي خاطر تبدا حاجه بلاستيك ما تجرحهاش وما تجرحش الطبق وما تقصش. تنحت بكلها. توا باش نحطوها في صحن، نحط عليها صحن ونقلبها. هذه خبزة الكاكاوية، نقصوها هكا كما اتحطت. اللي يحب يزيد يزينها بشوكولاتة ولا يزينها بحاجة راهو مش معناها يزيد يعمل عليها خطوط شوكولاتة، أي حاجة يحب يزيدها إضافة. يعني كما قلت لكم نجموا نعملوا إضافات. عنا مثال أحلى توا الفريز، نزينوها بشوية فريز. هذه الخبزة زيناها كما تنجموا تزينوا بالفريز بالشوكولاتة بالفاني، يعني كل شيء متوفر والحمد لله. توا نقصوها مع بعضنا، يعني طرية وبنينة. هذه خبزتنا جاهزة للتقديم، بنينة برشا، جربوها طرية تساعد الصغار والكبار. هي الكاكاوية واضحة من فوق معناها كيما شفتوا هنا، هكا كلها الكاكاوية واضحة. لو قصيناها قدمناها بالمقلوب، هذا وجهها اللي طابت عليه وهذا الوجه الآخر. يعني تتقدم الشيرتين، هي تحب توري الكاكاوية من فوق، تحب توري وجهها نتاع الشراب معناها البونتا من الشيرة الأخرى. وبنينة برشا نتاع تاي نتاع قهوة نتاع شوية، هي طرية معبية بالبونتا. وجربوها إن شاء الله تعجبكم وتاكلوا بالشفاء.